أنا طالبة نورة طيب، ومعي الطالبة إسراء عادل من مدرسة خالد بن ثعلبة للتعليم الأساسي والثانوي. مشروعنا هو سمكة السماد الخضراء. فكرتنا عبارة عن سماد الأسماك أو فضلات الأسماك عفواً اللي تطلعها الأسماك، نأخذها نحط في حوض الأسماك فلتر ينظف لنا الحوض. بعد ما ينظف لنا إياه ياخذ الماي اللي هو الكلين ووتر اللي تم بعد ما نظف لنا اياه، ومع القليل من فضلات الاسماك ونستعمل لسقايه النبات في زراعته. واخترنا انه يطلع بس القليل من فضلات الاسماك علشان ما تاثر باي نوع من انواع السماد الموجود في النباتات. وساعدتنا في هذا المشروع معلمه التكنولوجيا والابتكار الاستاذه مد، واحنا نحب نشكرها وايد على دعمها ومساعدتها لنا.